الله الرحمن الرحيم للبيع شقة في منطقة يمرة. طبعا شقة داخل مجمع سكني، احنا الان في الدور العاشر، يعتبر اخر دور. الدور فيها ثلاث شقق، هذه الشقة الامامية رقم 29 مساحتها 150 متر مربع، حنشوفها الان بالتفصيل. اول ما ندخل عندنا هنا الانترفون، طبعا فيها الكاميرا على يسارنا مباشرة، عندنا الصالة طبعا ما شاء الله فيها ورق الجدار، ايضا ديكورات السقف، تناسق الالوان مع الباركيه جميل. هذه الاطلاله الاماميه، اطلاله كامله على البحر. طبعا شقه جميع الغرف والصاله والمطبخ فيها مطله على البحر زي ما انتم شايفين. الدور العاشر، الشقه جديده صفر، هذه الصاله، هنا مدخل الشقة. طبعا عندنا هنا المطبخ زي ما انتم شايفين، المطبخ جاهز، مواد المستخدمة درجة أولى. وعندنا هنا البلكونة الأمامية، بلكونة كبيرة ما شاء الله، أيضا لها إطلالة كاملة على البحر والمدينة. هذه البلكونة، هذه الإطلالة، طبعا قريبة من الشارع الرئيسي وقريبة من الخدمات. هنا عندنا المطبخ، طبعا فيها ثلاث دورات مياه، ثلاث غرف. هذه الغرفة الأولى، أيضا إطلالة كاملة على البحر. وعندنا هنا الغرفة الثانية، أيضا لها إطلالة جميلة أمامية مباشرة على البحر. عندنا هنا دورة المياه الأولى، عربي أكرمكم الله. وعندنا هنا دورة المياه الرئيسية، عندنا هنا الفرنجي، هنا المروش، نوعية السيراميك درجة أولى. هذه غرفة النوم الرئيسية، لها إطلالة جميلة على البحر. طبعا جميع الغرف في الشقة مطلة على البحر، إطلالة كاملة. هذه غرفة النوم الرئيسية، أيضا لها دورة مياه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.